السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي. اليوم عندنا لاباج ليكسيك من ميز أبرونتيساج أون فرونسي ليكسيك تيماتيك باج 62 63. ألوغ كالعادة قبل ما نبداو ديروا ما تنساوش إذا كنت أول مرة تشوفوا لا فيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الدروس القادمة إن شاء الله. نمشيو على بركة الله. Lexique thématique. J'observe et je découvre. Chaque pays a ses cérémonies et ses fêtes. Elles peuvent être nationales ou religieuses, locales ou régionales. Chacun participe à la célébration de ces moments importants. On les fête de différentes manières. Le plus souvent dans la joie et le bonheur. Chaque pays a ses cérémonies. كل دولة عندها احتفالات ديالها. Et ses fêtes ou l'aïad ديالها. Elles peuvent être nationales. يعني الحفلات أو الأعياد قد يكونوا ناسيونال يعني وطنية أو لا ريجيونال ريليجيوز أو دينية لوكال أو ريجيونال يعني محلية أو جهوية. chacun participe à la célébration يعني كل واحد يشارك في الاحتفال de ces moments importants هذا الأوقات المهمة. On les fête de différentes manières يعني كنقوموا بهذه الحفلات بطرق مختلفة. Le plus souvent dans la joie et le bonheur يعني الأكثر شعبية أو الأكثر اللي معروف أكثر كتكون فيها الفرحة والسعادة. إذن نمشيو لي كيستيون. Est-ce que tous les pays ont les mêmes fêtes? يعني واش كل المدن أو كل الدول عندها نفس الأعياد؟ Donc non, ils n'ont pas les mêmes fêtes. كل دولة عندها العيد ديالها. حنا عندنا مثلا عيد العرش، كاين دولة أخرى عندها العيد الوطني، الوطني عندها، حنا عندنا عيد الاستقلال، عندنا كل يعني ودول أخرى كتلقى عندها أعياد يعني بحال 16 أكتوبر 10 أكتوبر مثلا في دولة مصر أو لكن أعياد أخرى في دول أخرى. دونك est-ce que tous les pays ont les mêmes fêtes? La réponse c'est non. Non. Il non. Pas. Ils n'ont pas les mêmes fêtes. Ils n'ont pas les mêmes fêtes. Question numéro 2. Citez une fête nationale et une fête religieuse. Citez une fête nationale et une fête religieuse. عيد وطني وعيد ديني بالنسبة دو طون باي لي دولتك. حنا مثلا عندنا لا فيت بالنسبة لفيت ناسيونال، فيت ناسيونال لا فيت ناسيونال عندنا لا ديبوندونس Non, l'indépendance par exemple. L'istiqlal, l'indépendance. L'indépendance. Bensba, la fête religieuse. Religieuse. Adna, matalan, Eid, ndegulu, Eid al-Adha. Eid
الأضحى. عيد الأضحى هذه لا فيت ريليجيوز، انا ما كملتهاش حيت ما كانش الاسباس، نقدر نكملو هنا غولي جيوس. عندنا فيت ناسيونال فيها، عندنا لا فيت دو لانديبوندونس الاستقلال، عيد الاستقلال، و لا فيت ريليجيوز اي العيد الديني، عندنا عيد الاضحى. كيستيون نيمو 3، cherche dans les textes, dans le texte les mots qui sont en relation avec la fête. يعني نقلبوا في النص الكلمات اللي هما عندهم علاقة بلا فيت. نمشيو للنص، نرجعو للنص. دونك عندنا chaque pays a ses cérémonies. دونك اول حاجة هي لي سيريموني. لوكال او ريجيونال، نو لوكال، لوكال عندنا ريجيونال يعني محلية او لا جهوية. ريجيونال شاكان بارتيسيب à la célébration. سيليبراسيون، نو سيليبراسيون هو احتفال. سيليبراسيون de ces moments importants. Donc, on les fête de différentes manières. Le plus souvent, c'est dans la joie et le bonheur. Donc, les mots qui sont en relation avec avec la fête. Donc, ce que nous devons retenir autour d'un thème, il y a un lexique précis dont on peut se servir. Yani, mais tu connais un mot, qui est le champ lexical, yani un kalimat li huma khasna yemkenna nsta'nu bihom. Voici des exemples du lexique thématique des fêtes et des coutumes. هذا عطينا امثله لليكسيك، يعني الكلمات اللي خاصه بالاعياد، وكذلك لي كوتيم اللي هما التقاليد. عندنا لا فيت اللي هو العيد، فيتي يعني اننا نحتفلوا نعيدوا، سيليبراسيون هو الاحتفال، لا سيريموني، سيريموني هي المراسم ديال الحفله، كوميموري يعني اننا نشتركوا في يعني في تخليد الذكرى، لوكال شي حاجه اللي هي محليه، ناسيونال وطنيه، ريجيونال جهويه، ريليجيوز دينيه، تراديسيونيل تقليديه، مارياج اللي هو العرس، عندنا لي بابتيم، اللي هي الختان، كذلك الفيونساي اللي هي الخطوبة، لا نيسونس الولادة أو الازدياد المولود، فيستيفال اللي هو واحد يعني مهرجان كبير، كارنافال اللي هو كما كتعرفوا الكارنافال هو ديك الحفلة اللي كتكون كتنقل غادا بواحد اللي كتمشي من واحد البلاصة لواحد البلاصة كتسمى هذاك لو كارنافال، الكارميس واللي هو بحال دوك يعني المعارض اللي تيكونوا او يعني تيكون واحد المعرض تي هو احتفالي، تيكون فيه كتكون فيه عروض، كيكون فيه حفلات بحال هكا. اذا نمشيو لا دوزيام بارتي، الكيستيون نيميرو 4، ريلي شاك فيت ا سا ديفينيسيون. ريلي شاك فيت ا سا ديفينيسيون يعني غادي نربطو كل حفله بلا ديفينيسيون ديالها بالتعريف ديالها. اذا لا كيرمس، قلنا لا كيرمس هو واحد المعرض اللي كيدار في يعني في واحد البلاصه في يعني في شي جرده او لا شي ساحه يعني كيدار في الهواء الطلق. دونك لا كيرمس اسكو سي اون فيت او لون سو ديغيز اي اون ديفيل، يعني واحد الحفل اللي كنفوجوا فيها وكنضحكوا، ولا سي اون فيت اون بلانير او ايليا دي جو
Donc, la réponse est hier. La kermesse, c'est une fête en plein air. C'est une fête en plein air où il y a des jeux. Le carnaval du Nord, c'est une fête où l'on se déguise et on défile. Il y a le carnaval Ouad el-Hafl, les Kitnakal, au fait qu'un nashto, qu'un dhko, qu'un yani, qu'on fait la musique, ou le trafic. Donc, carnaval Ouad. Le baptême, Gunna, le baptême Rahia, c'est une réelle cérémonie pendant laquelle on donne un prénom, le Mouloud, le Zdied, le Hafl, le Zdied, le Mouloud, ou la Aqiqa, qui m'a connu. Le festival, c'est un ensemble de spectacles qui se passe pendant plusieurs jours. كما كتعرفوا المهرجان كيكون لواحد المدة اللي طويلة، تيكون مدة أسبوع أو لثلاثة أيام أو لا مثلا 15 يوما أو أكثر. وقتنا لانيفرسير سيت اون فيت اورغانيزي بور سيليبري لو جور دو لا نيسونس، يعني لانيفرسير هو العيد ميلاد. قال لك هي حفلة اللي كنحتفلوا فيها في اليوم في يوم الازدياد أو لا في تاريخ ازدياد الشخص. Donc, monsieur, la question suivante. Barre l'intrus dans chaque liste. Yani, غادي نضربو على الكلمة الداخلة في كل في هاد اللائحة. عندنا la liste الأولى la fête اللي هو الحفل. Fête هي le fait de أننا نحتفلو. الفولار هو داك يعني راكم عارفين الفولار أو لا يعني الوشاح. ان فوتار يعني هو شي واحد اللي كيحتفل. دونك الكلمه الداخله هي لو فولار، يعني هي الكلمه اللي ما عندهاش علاقه بهاد الثلاث كلمات. سولا سيليبري، سولا سيليبري لا سيليبراسيون سيليبر، يعني سولا تنقولوا هذا او لا ذلك. سيليبري احتفل، لا سيليبراسيون هو الاحتفال، سيليبر شي واحد اللي هو يعني يحتفل. دونك الكلمة الداخلة هي سولا، نضربو عليها. نمشيو كيستيون نيميرو 6. رولي شاك فيت على لا تراديسيون كي لو كوريسبوندون. دونك ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو اللي نتوما مازال ما درتوهاش، واشتركوا في القناة لو كنتوا أول مرة غادي تشتركوا تشوفوا تشاهدوا القناة، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الدروس القادمة إن شاء الله. دونك نكملوا. غولي شاك فيت على تراديسيون كي لوي كوريسبوند، يعني أننا غادي نربطوا كل حفلة ب يعني التعريف ديالها أو الترجمة ديالها ب أي بالترجمة اللي كتناسبها. بخومييي ماي، دونك حفلة ديال بخومييي ماي شنو كنحتفلوا بها؟ كما كنعرفوا اون فيت لو ترافاي، فاتح ماي هو عيد الشغل. اون فيت لو ترافاي اون اورغانيز دي ديفيلي، يعني كان نحتفلوا ب احتفلوا بعيد بعيد الشغل، وكننظموا حفلات او لقاءات. عيد الفطر اون فيت لو نوفيل اون دو الهجري اي اون بريزون دي فو، ماشي هو اون ساكريفيس ان موطون، يعني كنذبحو فيه يعني الخروف، ماشي هو. اون فا على موسكي بور بارتيسيبي على فيي ريليجيوز. اون فيت لا فان دي رمضان اون رون فيزيت لا فامي اي دي زامي، يعني كما تعرفوا ان في عيد الفطر كنحتفلوا بنهايه شهر رمضان المبارك. دونك لا نوي دي ديستان لا سي لا نوفيل، سي لا نوفيل اون دو الهجري، دونك لا ماشي هي. اون ساكريفيس دو موتون، ماشي لا. اون فا على موسكي بور بارتيسيبي على فيي ريليجيوز، دونك كنمشيو للمسجد باش نحتفلو بذكرى يعني بليلة القدر. لا نويت ديستان هي ليلة القدر. عيد الأضحى
Bien sûr, on sacrifie un mouton. في عيد الأضحى كان ضحيو بواحد خروف في أضحية العيد. و لو بروميي محرم سي اون فيت لو نوفيل اون دو الهجري اون بريزونت دي فو. يعني عيد بروميي محرم فاتح محرم وهو نحتفلو ب العام الهجري الجديد. تن يكون هذا الشيء واضح. هنا هذه هذه اي فتح محرم. Donc, Mshiu, la question suivante complète les phrases avec les mots qui conviennent. Cérémonie, vœux, feu d'artifice. Yani, les cérémonies ou artifel, les vœux, mutamaniyat, ou le feu d'artifice, yani, يعني النيران الصناعية الشهوب الصناعية مثلا. Vous admirez la beauté des feux d'artifice ou là des vœux. Donc ce sont les feux d'artifice. Maintenant, تحبون جمال الألعاب النارية. اصطناعية artifice. Les parents de la mariée ont organisé une cérémonie où là donc c'est une cérémonie de mariage. Cérémonie. Les parents de la mariée, yani أهل العروسة, ont organisé un damo, un حفل الزفاف. Tu présentes tes vœux, يعني تقدم متمنيات ديالك. Tu veux à toute la famille à l'occasion de l'Eid Fitr. يعني كتقدم التحية أو يعني المتمنيات للعائلة بمناسبة عيد الفطر. Question numéro 8. Utilise le verbe célébrer dans une phrase et fête nationale dans une autre. Donc, on stimule le verbe célébrer fois de la phrase ou la fête nationale fois une phrase ou d'autre. Donc, le verbe célébrer. Les Marocains yes, célèbrent la fête indépendance. Indépendance. On dit la première phrase. La deuxième phrase, il y a la fête nationale. Donc, par exemple, chaque pays payé à son à sa fête nationale. كل دولة عندها عيد وطني خاص بها ديالها. Donc هادو هما لي دو فراز. Donc là هنا كنكونو وصلنا لنهاية نهاية هذا الدرس هذا من ليكسيك تيماتيك اللي كيتعلق بالحفلات والأعياد الوطنية الدينية المحلية أو يعني الجهوية.
نتمنى يكون الدرس يعني يكون مفهوم، وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو لو كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الدروس القادمه ان شاء الله. والى اللقاء في درس جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.